معي عبر الهاتف الدكتور زكريا الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. أكثر من 940 ألف معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، متفوقا على نفس الفترة من العام الماضي بنحو 16%. ما هي أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع هذا المؤشر في التعاملات الإلكترونية الحكومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نشكر تلفزيون البحرين على استضافتكم الكريمة. أهلا بك. الحقيقة يعني في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وبدعم مباشر من اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق أول الشكر الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والتنسيق طبعا والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، أحب أكد أننا نحرص يعني بكل ما نملك من جهود على تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين البنى التحتية للأنظمة الحكومية، واللي نهدف يعني في الحقيقة من خلال كل تلك الجهود إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات، يعني من ثم تسهيل يعني التعامل مع المواطنين، وكذلك تسهيل التواصل بين المواطنين مع الجهات الحكومية، ومن ثم يعني تخفيض التكاليف اللازمة، وهي طبعا كله يتوافق مع برنامج عمل الحكومي. يعني مثل ما تفضلت لو استعرضنا يعني مؤشرات او مؤشرات الاداء او العوامل اللي اسهمت في تحقيق هذه القفزه، يعني نجد صراحه هناك زياده او يعني زياده كبيره في عدد زوار باب الوطنيه الحكومه الالكترونيه البحرين رسبيت، تجاوز 5 ملايين زائر خلال 3 شهور او الربع الاول من عام 2023، يعني مثل طبعا زياده تقدر 6%. لو رحنا وشفنا العوامل اللي تؤدي هذا الإقبال أو عوامل الطفرة ذي اللي صارت لم تلا، يعني أتوقع العامل الأول هو أن الهيئة طورت المزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 620 خدمة إلكترونية. على سبيل المثال خدمات التحقق من الوثائق الحكومية، خدمات السكن والعناوين، خدمات التخويل الإلكترونية، خدمات الأعمال المنزلية، خدمات الإقامة الذهبية، خدمات الجمركية، خدمات العقارات والبناء، كثير من الخدمات الأخرى. كذلك إطلاق الشكل الجديد عن البوابة الحكومة الإلكترونية مؤخرا، وكذلك عملنا على زيادة الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية، هي طبعا أدى أن يعني مكن المستخدمين من الوصول للمعلومات والخدمات الإلكترونية بصورة أسرع وأبسط. يعني تمكننا بس خلال 3 شهور من يعني خدمة 5 ملايين مستخدم. وأعتقد أن ثقة المواطنين والمقيمين بمنظومة الحكومة الإلكترونية وتفضيلهم استخدام منصات الحكومة الإلكترونية يعني يجعلنا نبذل يعني المزيد من الجهد لتطوير البوابة الوطنية وتنفيذ المزيد من الخصائص والمزايا اللي نعمل على تحسين يعني تجربة المستخدمين. نعم دكتور، كما تفضلت أن من أبرز المؤشرات التي يعني ظهرت من خلال هذه الأرقام والإحصائية التي قمتم بنشرها، تطبيقات الهواتف الذكية تدخل ضمن هذه الإحصائيات، وأيضا الخدمات التي تفضلت بالحديث عنها، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات المدفوعات عبر التطبيقات وعبر البوابة الوطنية المدفوعات الحكومية. برأيك أيها أهم في استراتيجية الهيئة لديكم؟ ارتفاع كل هذه المؤشرات هو مؤشر إيجابي لعمل الهيئة، أم أنكم تستعدون ربما في مرحلة مقبلة للتركيز على خدمات معينة من أجل المضي بمثل هذه المؤشرات إلى مستويات أكثر ارتفاعا؟ يعني بالفعل مثل ما تفضلت يعني زيادة هذه المؤشرات وارتفاع معدل استخدام خصوصا تطبيقات الهواتف الذكية وصل إلى أكثر من 34% مقارنة بالعام الماضي، يعني أعتقد أن هذه الزيادة الملحوظة سببها تفضيل الجمهور في استخدام الهواتف الذكية في معاملاتهم اليومية، وهو ما يثبت صحة توجه الحكومة الموقرة في الاستثمار في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، حيث أن الهيئة يعني حاليا مستمرة في تحسين التطبيقات المتوفرة. حاليا عندنا 12 من تطبيقات الهواتف الذكية تخدم أكثر من 120 خدمة حكومية، ونحن نعمل على استمرار في عملية التحديث وإضافة المزيد من الخدمات والمزايا الابتكارية في هذه التطبيقات. فمثل ما تفضلت الزيادة ملحوظة والقفزة كبيرة، وهذا يجعلنا أمام تحدي كبير أن نعمل على تحسين هذه التطبيقات والهواتف الذكية، تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة، رفع كفاءتها وجودتها، ويعني ونعمل على تطوير المزيد. يعني خلال هذه السنة حققنا طبعا زيادة كبيرة في تطبيق إسلاميات بزيادة تبلغ 46%،
تطبيق صحتي اللي يعني طبعا تطبيق صحتي زاد نسبه استخدامه 50% الذي يحتوي على المواعيد المواعيد الصحيه والنتائج الطبيه وقوائم الادويه والمنشئات الصحيه. كذلك تطبيق تشريعات البحرين اللي تم تبشيره من قبل شهرين، هاي طبعا زادت الاقبال عليه 6 أضعاف. وتطبيق التاجر كذلك الذي يخدم المستثمرين واصحاب السجلات، كثير من التطبيقات اللي تم طبعا زياره استخدامها ان شاء الله يعني باذن الله الهيئه يعني مستمره في تطوير هذه التطبيقات ومستمره في تحسين الخدمات الالكترونيه المقدمه للجمهور. شكرا جزيلا لك دكتور زكريا الخاجه نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه.